وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تصلي في نعالها، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. واختلف العلماء هل هذا الإذن من باب الإباحة أو من باب الاستحباب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه من باب الاستحباب، فيستحب للمسلم أن يصلي أحيانا في نعليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.